كلكم تعرفوا انه ضغط هواء الدولاب بأثر كثير على التماسك. لتعرفوا المستوى المثالي لضغط دولابكم لازم تراجعوا الملصق الموجود داخل باب السياره. اللي رح تشوفوه هلا نعمل على حلبة متخصصه مع ناس محترفين. بليز ما تجربوا تعملوا هالشيء على الطريق. عبدو فقالي. يا مرحبا. تكون تجربة كثير حلوة إن الله يرام. متأكد؟ إيه إن الله يرام. خلينا نحط حزام الأمان بس بليز. والله العظيم ما بيتسكر الباب. شوف أنا إذا ما بلشنا وهيك. شوف طال عمرك أنا أثق فيك ثقة حبيبي. الله يخليك. عمياء ها؟ الله يخليك. بس مش قوي يعني. لدرجة معينة يعني ها؟ إي والله الله يرحم والديك. إن شاء الله خير. الله يرحم والديك. لا لا مش قصدك. لا لا قطعتها. لا 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 يا اله الا الله. لا 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 خبرني انا عن جد. انا عن جد انه من زمان بحضر برنامج حروف والوف دائما 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 حلمي تيجي تسالني شي سؤال انت حتى انا احاول جاوبك عليه. لا لا سالتك بالله. اعطيني بليز اعطيني بس سؤال واحد وبوعدك اذا بجد برد عليك انا بوقف. بس اعطيني سؤال واحد بس. مين طفلوك؟ واحد هذيك الشجره. وين وين اسالك مين؟ يا عمي الله يرحم والديك. طال الخلف الله يرحم والديك. لا هو صاحب هلا شو بده يصير على هداك لا 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 بس والله اسمعني طلع في بس شوف شو بده يعمل. ليك ليك رياكشن هلا اهو. ليك خلص ليك انا ايدي بلا ايدين على السطيرنج عم سوق ايد وحده بس كمان. لا 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 خلص. طيب بس فيك تعمل ايه بس عم بوقف الموبايل يا جماعه. خلي قول لهم باي من الشباك. بس قول لهم باي. قول له هونيك هونيك باي من الشباك. قول له هونيك باي من الشباك. الله يرحم والديك الله يرحم والديك. لحظة خبرني شو برأيك أكثر شيء فيها نسبة حوادث؟ ليه عم بصير في حوادث كثير بالعالم؟ شو أكبر نسبة؟ هل يا ترى هالعالم عم بسوقوا مثل طايشين يعني أو شيء ثاني؟ اسمعني أنا عم بسمع. أنا كلمي أذان صاغية لك. الله يرحم والديك. هيدي اسمها دونت على فكرة. طلع تعمل دونت بقرب السيارة يا عمي ونرجع ونطلع ونوقف عند الشباب هون. خلص طيب لحظة لحظة ليك أنا طيب لحظة خلص كول. الله لا يوفقكم. الله لا يوفقكم. الله لا يوفقكم يا شيخ. بتعيدها اكيد. لا والله لو لا لازم والله لا يمكن. مين طفلوك؟ يا عمي الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. كيف أول شيء أنا بهنيك الصراحة. أنا بهنيك ما شاء الله لا إله إلا الله. شكرا. يعني فعلا أنت رائع بشكل ما تتخيل. والدليل أنه أنا حسيت أنه رحت في عالم آخر ورجعت.